الشعب غادي يدار القبه ديال البرلمان ما حد المشروع الدار من الغرف المكيفه. عرفوا باللي ان الفلاح هو الحلقه الضعيفه في هذا المسلسل كله ديال التجاره ديال المخدرات بين حدائين اللي كيسميوه. كيفاش انا غنحاول ما امكن انا غنشرح داكشي اللي فهمت انا، حيت انا ماشي واحد الانسان اللي مختص في هاد المسائل. انا ماشي واحد الانسان اللي ضابط داك الحوايج اللي غنقعد انا نناقشو. انا كابن مزارع كابن فلاح عايش في الكيف واكل بالكيف قرا بالكيف شاف هاد المسائل كيتناقش على الكيف. الموقف ديالنا كابناء الفلاح باقي واحد العامين الا بغيتي دير الكيف اسمع شنو خصك دير. هادشي راه قانوني ماشي كيلعبوا. الناس بداو مخطط من 2004 حتى 2021 عاد حطوه الارض الواقع. 2008 تبناه البام والبيدق اللي كاين تما لداخل. 2011 استغلوه الاحزاب كاملين. 2021 البارح صدقوا عليه. على من صدقوا؟ صدقوا باللي ان الكيف ولا واحد النبته اللي عاديه، باللي ان الكيف ولا واحد العشبه فحالو بحال النعناع بحال القزبر بحال العشوب كاملين، يعني الثمن ديالو غادي يكون رمزي. ملاه اي مواطن في كتامه اللي بغى يدير الكيف فحال الا غتجيب الرخصه ديال السلاح. اول حاجه تكون عندك الجنسيه مغربيه. اسمع الشروط، الشروط ديال الفلاح الا بغى يدير الكيف مستقبلا خاصك تدفع الميل في القياده يكون فيه شهاده السكنه كتثبت باللي انك كتنتمي للاقاليم اللي محدده انها دير الكيف. الشرط الاول. الشرط الثاني تكون عندك 18 عام. الشرط الثالث ملكية خاصة تكون عندك ملكية الأرض اللي كتزرع. هاد الشروط كتقدم الملف ديالك لهنا للقيادة مني كيقبلوا لك أنك دير داك الكيف. كيخرج معاك القايد وكيخرج معاك الرئيس وكيخرجوا معاك الأعوان ديال السلطة كيعرفوا الأرض اللي عندك اللي غادي تزرع. مني كتقطع ديك الكيف القايد كيدير المعاينة كيعرف شحال عندك الكيف ديال الدار. ومني كتجمع ديك الكيف كتجي شركه كيوزنوه والقايد يكون معاك وكيديه الكاميون اللي مسؤول على الكيف اللي غيجمعوا للتعاونيه. لان الشرط الثالث ديال الكيف خص تكون من خارج في تعاونيه ولا من خارج في الوكاله. هذا المشروع الا فككنا احنا غير ثلاثه ديال الحوايج. الا كيف غتجي الدوله اللي غتشرف عليه وغتديه الشركه، هاد الشركه غتديه خطر ولا يابس. الا كانوا غيحطلوا به البرودوي وغيخرجوا منه مواد ديال التجميل يعني غيحتاجوا داك الكيف خضر. داك الكيف الا داو خضر يعني الزريعه ما كايناش ما كاينش. والكيف الا كان خضر غيكون ثقيل، شكون اللي غيحدد الثمن ديال الكيف؟ ماشي مشكل، هاد الفلاح غيزرع هاد الكيف وغادي يوافق على هاد المشروع. هاد المشروع الا غنجيبوا هاد الكيف غنجيبوا الماتيريال غنجيبوا الادوات اللي غنكونوا محتاجين الاوتور اللي قراو اللي غيخرجوا لنا هاد المواد ديال التجميل. حنا كاملين فلاحة، هاد الدولة خلتنا في هاد الجبل مقصيين 40 عام، خلتنا جهلاء 40 عام، ما وجداتش الأطور اللي غتقد دير شركة هنا باش نخدموا حنا في شركات. البلان ديال الكيف، إيساكن وكتامة وإيكاون وبني خالد غيديروا فيها ديبوات، غيديروا ديبوات اللي غيجمعوا فيها الكيف، والشركات غيديروهم في كازا ويديروهم في طنجة ويديروهم في ندول الكبار. حنا غيحتاجونا غير نعسوا نربيو كلاب ونعسوا حتى الباب ديال الشركة. غير دقيقة. هاد الشركة هاد المشروع ديال الكيف هاد الشركة ملي غتجي دي داك الكيف ما غيبقاش التبصيل ما كاينش. غتديه شركة غتديه في المواكن اللي كيخدم في التبصيل ما غيبقاش، اللي كيخدم في البريس ما غاديش يبقى، الحشيش ما غيبقاش لأن غيصنعوا به المواد ديال التجميل غادي يديه الكاميون. ترونسبور ما غاديش يبقى، غتكون كاميون كيجي عندك حتى للدار وكيوزنوا الفلاح وكيوصلوا. داك النقا ما غاديش يبقى، ترونسبور ما غاديش يبقى، داك السقا ما غاديش يبقى، ما غيبقى حتى شي لعبه. شنو غيبقى؟ غتولي مجرد عبد، غادي تورج مجرد قن ساكن في واحد الفيرما اللي كتخدم لهم وتعطي لهم الفوق. اذا ملي كنشوفوا حنا هذا البديل بين قوسين ما كيحققناش على الاقل الاكتفاء الذاتي فيما هو غذائي. اذا هذا المشروع كان خصو يتمردوا عليه المناطق ديال السما كاملين. تحيه كاملين. الى شفنا خمسه ديال الاقاليم اللي كاينين في المشروع، خمسه ديال الاقاليم، الى حنا استطعنا اننا مجموعه ديال الاشخاص كيقولوا لك حنا مع التحديد ماشي مع التقنيد. راه التحديد بالشروط ديال الدوله اخطر من التقنيد اللي باغي بالشروط ديالك انت. قراوا القانون اللي تشرحت لنا 31
فيه تقريبا 45 بول. هاد 45 بول الهدف ديالو الاساسي هو ان يزيدوا الفقر، يزيدوا التهميش، ينشروا البطاله، يزيدوا في الاجرام، يعمروا السجون، ويحاربوا هاد البسنازه اللي كيديبانيو بهم معاهم الفلاحه. اذا حنا كابناء المزارعين واش خصنا نكونوا مع الكيف يبقى ولا الكيف ما يبقاش؟ يبقى سياد واش غتعيش؟ سياد الا مشينا حنايا كابناء المنطقه ديال كتامه بغينا نخرجوا للشارع نناقلوا على هذا الكيف باش يبقى، راه هذا بمثابه الشرعنه ديال المخدرات. حنا ما باغينش خرجنا في كتامه نناقلوا على الكيف نخليوه في كازا وفي الرباط، راه ما يخرجوش معانا، راه ما يضمن معانا حتى شي واحد، حتى واحد ما باغي.